والدستور اليوم بكل ما جاء فيه ومطروح للنقاش وكل الجهات أو كل الفئات في متناولها سواء الأحزاب السياسية المجتمع المدني فيه عمل. إذن كل واحد لازم يروح للفئات التي يمكن أن يستقطبها. أظن أنه عملنا واضح سيكون من أجل التصويت للدستور بنعم. إحنا لا نريد أن تبقى الجزائر تدور في حلقة مفرغة وأن ما جاء في الدستور يترجم في أغلبيته توافق كبير جدا يأخذ بعين الاعتبار ظروف الجزائر الحالية، يأخذ بعين الاعتبار تنوعها الكبير، يأخذ بعين الاعتبار الكثير من الأمور الخاصة بالجزائر والتي يمكن أن نتجاوزها إن شاء الله بعد استفتاء أول نوفمبر عندما تكون الأرضية جاهزة. إذن هذا سيكون عملنا إن شاء الله في الميدان مع كل المناضلين والطلبة والشباب والنساء.